وحياه قلبي وافراحه. والان مع توزيع الجوائز اوائل مدرسه الصف الرابع الابتدائي، فصل رابع اول رابع ثاني، الطالب عمر هشام، عمر هشام محمد أسامة، وحياه قلبي وافراحه، الطالب احمد طارق، جدع زمان يا ولاد المتخرجين في الثانيه، الطالب سيف الدين علي، الطالب محمد مصطفى محمد عباس، الطالب احمد محمد، الطالب عبد الرحمن خالد، الطالب جورج عاطف، شجع زمان يا ولاد على تحولكم، الطالب يوسف ابراهيم، محمد حسن، الطالب علي ايمن، اسماء الطالبات، الطالبه نهائيه هاني، الطالبه فيلا راضي، الطالبه شهد مجدي، مريم رائد، سلمى رائد، أمنية مصطفى، نوجي محمد فهمي، الطالبة جنى محمد فهمي، الطالبة نادين وليد، ياسمين جرجس، سلمى صعب، سلمى علي حسن، نشجع زمايلنا يا ولاد، سلمى سيد، وهنا في مساء وصباح، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه، وحياة قلبي وافراحه، وهنا في مساء وصباح، وحياة قلبي وافراحه، وهنا في مساء وصباح، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. بتهني حبايبي معاك وكل الكل ارتاحوا، ده مفيش فرحان في الدنيا زي